شو بيه؟ عشان تطلع؟ لا ماشي. تعرفها؟ لا أبدا. تشبهها كتير ما هيك؟ تشبه مين؟ اللي خليت قلبك يدق لمجرد صدفة ممكن تشمعكم. عم تبالغ؟ لو في مراية مقابلك كنت صدقت انه ما عم بالغ. أنا الصدفة كلها أصلاً مش فاتة لراسي. أساساً أنا ما بحب المفاجآت. بس نحن التقينا بصدفة على فكرة. جوز. شو قصدك؟ بجوز إنه الصدفة اللي صارت خلتني أرجع أعيد النظر بإحساسي تجاه الصدفة. مرحبا. الحمد لله. الحمد لله يا رب. ما بدي أكثر من هيك. ولكن وين صرنا لك؟ تعي 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 لحظة تعي. مبروك اختي، الدكتور قال لازم عملية تانية وبعدين بترجع احلى واحلى، مو هيك سامي؟ ايه مزبوط. يا جماعة شو بدنا نضلنا على الباب؟ فوتوا لجوا لبين ما اجيب العشاء والحلوى. ايه يلا تقبرني يا مروح. فوتوا 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 يا اهلا وسهلا. ما شاء الله ألف ألف مبروك يا أخي، ألف ألف مبروك. حاولوا يقتلوني واتهموني بجريمة قتل أنا ماني عارف مين قاتل. أول ما قوصني إياه ضبط عن الوعي، بس رجعت وعيت لقيت حالي بين إيدين هيدي المجرمة اللي ما بعرف أصلا شو بدها مني. بس هي ما بدها منك شيء، بدها تحميك وبس. هيدي وحدة كذابة، بدها تستغلني وبعدني لهلا مش عارف بشو بدها تستغلني. أنا ما بوثق فيها، صدقيني ما إلي غيرك، أنت الوحيدة اللي قادرة تساعديني، عم تفهميني؟ بس أنا كيف فيي ساعدك؟ بدك تطلعيني من هون. شو بدك يا دجل؟ وعجيب النزيري عن اللي عم نحكي. كيف صرت هلا؟ أنا ماني منيح أبداً. معلي، بكره بتصير منيح. مع الأيام كل شيء بيتغير. ما هيك ميرا؟ أكيد إيه إيه. أكيد بصير منيح إيه.